إذا نعم، نحن متواجدون اليوم بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا التي تشهد فعاليات تحضير القمة 15 لمجموعة البريكس. هذه القمة التي ستنعقد ابتداء من يوم غد الثلاثاء 22 من شهر أوت إلى غاية 24 من شهر أوت الجاري، قمة تحظى باهتمام واسع من العديد من دول العالم، ودليل ذلك وجود العديد من الصحفيين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش القمة نقاط مهمة واقتصادية محورية مثل إمكانية استعمال عملة محلية في التبادلات التجارية بين دول البريكس، وإضافة إلى ذلك أيضا إمكانية انضمام دول أعضاء جديدة إلى مجموعة البريكس. كانت معكم ولاء بربالة، مبعوثة قناة الاقتصادية الأولى بجوهانسبورغ.